في الطريق كتسابق أمنية مع الريح باش توصل لكلينيك دغيا. حطات السيارة في الباركينج ديال الكلينيك ونزلت كتجري وكتنهش شادة في صدرها. دخلت كتسول فين نعتو ليها الغرفة الطابق الثالث. مشات لاسانسور كتبرك لقاتو مطلع شي واحد سمحات فيه وطلعت في الدروج على رجليها حتى وصلت لآخر درجة. تكات على ركابها كتلهت بالسخفة. ناضت ضرباتها بجري حتى الغرفة ودخلت عليه مخلوعة. مشات نيشان مخرجة عينيها وطالقة يدها تلاحت عليه عن نقاتو. خرج عينيه وشد في جنبه كيتعصر. أح هزات راسها كتشوف فيه مخلوعة. ضربك ود الحرام تعدى عليك. أي بلاتي بلاتي شوية غتقتليني. بعدات عليه شوية كتشوف فيه شاد في جنبه. إيه تقصحتي ضربك في جنبك. غمض عينيه وتنهد كيرتاح. قتلتيني علاش ما كتجاوبيش في التليفون؟ شحال وانا كنعيط لك ما سمعتوش. وناضت الروينة عندنا في الدار. مشاو البوليس شدو نزار وبدات كتسربك ليا في الهضرة. صافي صافي فهمت. اسمح ليا انا السبب في هادشي اللي وقع لك. كون ما عرفتيني كاع ما كان غيوقع لك هادشي. مكتب الله ما شاء فعل. راه شدوه في الحبس هو وهذوك اللي ضربوك. جاوبها بابتسامة خفيفة. عادي تنتي باينة عليك. واش مريضة؟ لا غير الشهيد سدات ليا. شوفي عينيك كيرجعوا بالصهير. قربت منه كتشوف فيه بشوق. يوسف ميل راسو جهتها وابتسم. سرح الكف ديال يدو كإشارة تمد ليه يدها. تردات وابتسمت بخجل حاضرة راسها وكتقرب ببطء. حطات أطراف أصابعها على كف يدو وجمعها كيداعبهم بأصابعه كيهضر معها وعيني عليها ابتسامة. دغيا تقلقت البارح وخا ما قصدتش بديك الهضرة نجرحك. بصوت خجول وابتسامة كتلوي في راسها وقالت لا لا ما تقلقتش. بالعكس. بالعكس شنو؟ بالعكس بالعكس علاش غنتقلق؟ ما قلت لي حتى حاجة خايبة. هز واحد الحاجب زعما. جاوباتو كتحاول تلف الهضرة. شنو كيضرك؟ تنهد وقال قلبي. ردات عليه على نيتها فاتحة عينيها كترمش بالزربة. ضربوك لقلبك؟ قلب وجهه بابتسامة ساخرة كيضحك الجهة الأخرى وجع شاف فيها وتنهد اه كليتها في قلبي. باقي كيضرك؟ هز راسو للسقف كيضحك وهي بهلة كتشوف فيه وتجاوب من نيتها شتي البغال ديال ولد عمك اش دار؟ خرجت عينيها وعلاش ضربك؟ علاش شنو درتي لي باش يضربك؟ فين كتعرفو؟ ديك المره فاش وصلتك للدار ودار فيك باش تطلعي بقينا مني منك وضربته وبقات فيه وردها ليا لكن غير بلاتي النوض الا ما وكلتو ماكله الطبل راني ماشي راجل. كيترجل من بعيد الشماته الاخر. جاني مور ظهري ما جانيش فاس حين تكون كان راجل ما غيقدرش ويجي واجهني. خرجت عينها وحطت يدها على قلبها. هي دابستو على قبلي. ابتسم وجر ليها يدها. ايوا شتي وانتي ما كتسمعيش الهضره. جاوباتو غطار بالفرحه. غير قولي وانا ندير. توعديني حتى السلامه تقوليهاش لي. ما يعاودش يجي عندنا للدار وخليه يبقى في الحبس. الله يعطيه شي 10 سنين ما يخرج حتى يشرف. ما ولد عميش وما بنتش عمو وما كنعرفوش. بدا يوسف كيضحك على طريقتها العفويه في الهضره وصوتها الخافت وملامح وجهها اللي كتبدل على حساب احساسها. جرات كرسي وجلسات حداه عاطيه يدها وكتحط صبعها بشويه على الضربه اللي في جبهته. كتضرك؟ لا كتهرني. واش كتفك تهرس؟ لا لا حول ولا قوه الا بالله. مالك على هذا الفعل؟ غير سولتك غير تقصحت وصافي. اللي غيتهرس هو راس ولد عمك فاش غنخرج من هنا. راه غيتشد في الحبس بلا ما تعصب راسك. تخلعت عليك. شاف فيها وعينيه دابلين بابتسامه صغيره وقال بزاف ولا شويه. ابتسمت حشمانه وبقات ساكته. دازوا بعض الدقائق في صمت. هي حاضره راسها كتلف باش ما تزيدش تزير من الحشمه وهو كيشوف فيها وقالب وجهه جهه كتفو عندها. تسخري ليا؟ فين؟ للدار. اه نسخر لك. تمشي تجيبي ليا حوايجي اللي غنلبس وفوطه. واخا انا نمشي دابا. هذاك السروال راه فيه السوارت ديال الدار. واخا. ناضت فرحانه جبدت السوارت وابتسمت ليه وخرجت. طلعت في سياره امها وانطلقت للدار. يلا بغات الدور وهي تكرج جناب الطوموبيل مع واحد الصور ديال الجرده. غمضات عينيها وما تسوقاتش ليها. كملت طريقها حتى وصلت. خلات تليفونها في الطوموبيل وطلعت للدار. دخلت البيت وحلات البلاكار ووقفت قدامه كتشوف شنو عنده. لقات اغلب حوايجو رياضيين وكاسكيطات بكثره وفي الالوان وفقط بدله وحده اللي عنده. حلت واحد المجر لقات فيه ملابس داخليه مطويين. هزات منهم جمعات ليه تيشورتات وشورتات قصار
وتقاشروا بانطوفة، وهي كتقلب طاحت على الساك اللي كانت جابت لي فيه الهدايا، لقاتهم مازالين كيما هما، ولات هزاتهم هما في بلاصة الاخرين. مشات دخلت الحمام، كان صغير وزوين في الاسود وفيه رفوف مستفين فيها ادوات الاستحمام والحلاقة. هزات منهم خشاتهم في الساك وبقات واقفة كتدور عينيها في الدار. لقاتها مرونة والمواعين مجموعين كيتسناو شكون يغسلهم. شمرات على يدها وبدات كتنفض وكتنقي وتمسح. غسلات المواعين وجمعات الكوزينة، رداتها كتشعل لاحظ الحوايج في الماكينة شعلات عليهم ودارت جفيفة للدار كاملة على ما تسالي الماكينة الصابون. جبداتهم نشراتهم وخرجات كطير عاجبة الحال ويديها حمر بالشقة. طلعت في الطوموبيل لقات امها معيطة ليها ومصيفطة ليها ميساج كتغوت ومعصبة، مداتهاش فيه امنية وديمارات الطوموبيل. يلاه بغات تحرك وهي توقف، تفكرات شي حاجة، نزلت كتجري طلعت للدار. مشات تيشيرت التلاجة حلاتها كتقلب، لقات الكفتة مشرملة ومحطوطة. جبداتها تفكرات انها ديجا شافتها فاش كانت جالسة في دارهم كتعلم الطبخ. من نهار طيبات الطاجين كوراتها كويرات كبار وبسطاتهم في المقلة، ودارت بطاطا والروز وخيز وسلقاتهم وقطعتهم مربعات، صايبات منهم سلطة بالمايونيز والبيض مسلوق مع لاصوص طوماط طيبة في الكفتة. جمعت كل شي في واحد الكفيفة وخرجات كطير فرحانة. رجعت الكلينيك قبل ما توصل، دازت على واحد البوتيك شرات مجموعة ديال الفوطات جداد من صغيرة لكبيرة كاملين لون واحد في الرمادي. ومشات الكلينيك، دخلت عليه البيت لقاتو جالس فوق البايص مهبط الغطا تحت كرشه وكيطلع على الجرحى اللي في جنبه. سمعها دخلت وبسرعة طلع عليه الغطا، اما هي دخلت كتشوف غير في داكشي اللي هازه خايفه يطيح. حطات كلشي فوق الطبلة وحطات الساك فوق الكرسي وهزات راسها كتضحك. جبت لك شويه الماكله، تعطلتي بزاف، راه كنت كنطيب. خرج عيني، شنو عندك تكوني خليتي البوطه مشعوله؟ الا راه طفيتها. عرات على الطاسه وحيدت لها بابي الومنيوم وهزاتها هي والكاس بغات تعطيهم لي. لا لا غير خليهم تما، انا نايض. لا غير تحرك مريض. لا راه قادر نتحرك، اعطيني داك الساك. هزات الساك بالزربة حدا رجليه فتحاته وبدات كتجبد وهو كيشوف فيها ويحك في راسو حشمان من سليب لي شاده في يدها. صافي غير خليهم، انا غنبدل راسي. ها واخا. خرجت من البيت مشات للكافيتيريا، جابت لي فرشيطه ورجعت دقات عليه حتى قال لي دخلي. عاد دخلت مبتسمه، لقاته واقف عريان لابس غير السروال ديال الزرفات اللي جابت ليه وبانطوفه في رجله وكيجمع الحوايج في الساك. هانا جبت لك فرشيط باش تاكل، شكرا بزاف، عتبتي راسك. لا بالعكس، بصحتك. جلس على فوطوي صغير قدام الطبله، فاتح رجليه وكيشوف داكشي اللي جابت مبتسم. شاف فيها وقال وجلسي تاكلي معايا. جلست حداه وبدات كتاكل وهو كيشوف قدامه ساكت شويه، انطق بلا ما يشوف فيها وقال علاش كيعجبك ديري اللي في راسك؟ تلفتات ليه جامعه فمها وعقده حجبانه، علاش شريتي فوطات جداد والفوطات غير مشتين في الدار؟ لا ماشي شي حاجه، غير بغيت نجيبهم وصافي. وانا شنو قلت لك ديك المره؟ هي قلت لك ما تبقيش تشري وتجيبي. ما شريتهمش زعما، غير قلت نجيبهم، عجبوني حيت نسيت ما هزيت الفوطات من الدار وصافي. تنهد وهي بقات ساكته، لحظات صمت كياكلوا في هدوء. شويه هز راسه وابتسم، كتعرفي طيبي تبارك الله عليك، شويه وصافي، وراكي غاده مزيان ما عندي ما تسالك. ضحكات وبقات ساكته حتى كمل ماكلته وجمعت كلشي وجلست حداه. هو فوق الباياس وهي بجنبه على الكرسي وهي كتهضر معاه بخجل وكتضحك. صونا لها التليفون، ناضت تجاوب لقات امها اللي كتصوني. دورت عينيها وخرجت من البيت فتحات الخط. الو مام، جاوبتها بعصبيه، فين مشيتي خليتيني كنقلب كالبهله؟ جداتك جايه هي وعمك وباباك وانا غارقه في الشغل وانتي دايعه. فينك دابا تكوني في الدار؟ من الصباح وانا كنتصل بك، فين كاينه؟ وصفة ماما انا جايه دابا تكوني عندي هنا. رخيت ليك حتى ما بقيتش كنعرفك كاع شكونتي، واش ما بغاش ديري عقلك؟ وصفة ماما انا جايه دابا بلا ما تعصبي. خرجات ومشات كتجري للدار، دخلت لقات امها منوضاها في التليفون كتقطع وتعاود تعيط. تلفتات شافت امنيه دخلت وهي تهز يدها كتحلف وشادت التليفون في ودنها. حطت امنيه سوار الطوموبيل وجلست في جنب الفوطوي كتسمع الكلام ما اللي كتهضر في التليفون مع الصباح. راه مشيت، واش يصحاب لك ما مشيتش؟ راه من الصباح وانا تما وما كاين شي حاجه سميتها يخرج الا لا سمح ليه هذاك الولد. ومصيبه مصيبه ونزلت على راسنا، الولد مستقبله غيمشي، واش الحبس ساهل؟ شكون تبغي ولدها ولا خوها يتشد في الحبس؟ شكون؟ و
واش الحاجة قطعت الطيارة؟ واسمعني واش قطعتو ليها؟ فوقاش غدير الديبار؟ 8؟ اوف واخا بسلامة. قطعات ودارت يد على جنبها. امك لالاك غدا غتكون هنا مع 8 الصباح، تقدر توصل لهنا حتى 10 مع تخربيقات المطار. قال لي باباك غير سبعات الخبار في الصباح هاجت قطعوا ليها في الطيارة د الوحدة، وراها دايخة كتجمع في حويجها. اجي انتي بعدا فين مشيتي وخليتيني؟ هضري فين مشيتي وفين وليتي كتمشي وكتغبري؟ شنو عندك وشنو مخبية؟ هضري. دورت أمنية وجهها منزعجة وهي كتحس بالضيق من موضوع نزار اللي هضرات عليه امها. خرجت ما نخرج الدار ولاو فيها غير المشاكل، وسببهم هو نزار. من نهار بدا كيجي ليها وهي في الصداع والغوات. يمشي نزار غيمشيو المشاكل. ضرب السيد دغدغ ليه عظامو بالعصا وضاربينو بالموس وجالسين تدافعوا عليه وكتجيو من جهته. شافت فمها وصغرت عينيها وطلعت واحد الحاجه. اجي دابا نقول لك ماما واحد الحاجه. تخيلي انا دابا تعرضوا ليا شي 4 ديال الافارقه وشدوني تكرفصوا عليا وضربوني حتى وصلت للسبيطار ياك، وفي الاخير عرفنا باللي واحد هو اللي صيفطهم يتكرفصوا عليا. واش كنتي غتشدي ليه محامي وتطلعي وتهبطي على هذاك اللي تعدى عليا؟ واش كان غيبقى فيك حيت شد في الحبس وانا ناعسه في السبيطار؟ كنتي غتوقفي معاه؟ طبعا لا ماما لا، وما غتوقفيش معاه وغتخليه يتعفن تما بسبب داكشي اللي دار ليا، حيت انا بنتك وما تقدريش تصبري على داكشي اللي وقع ليا، وغتمنى يكون قتلتيه بيديك ديك الساعه ماشي غير يتشد في الحبس. المجرم الاخر واخا يكون كيما بغى يكون، واخا يبكي الدم ما تقدريش تصبري. ايوا كيما تبغي ليا بغي لولد الناس، راه اللي ناعس في السبيطار وجنبه مخيط ومضروب بالموس وواكل العصا صحته كامله مغلفه بالباندات. تخيليه ولدك وقع ليه داكشي، تخيليني انا اللي بلاصتو مكرفسين عليا ما كنتحركش. جمعت النفس بكل قوه وطلقاتها وبصوت هادئ قالت نزار يستاهل يتشد، ماشي حيت هاد ولد الناس ما عندوش مو اللي تحرق عليه وتبكي على شنو وقع ليه، ولا باه اللي يجري موراه ويقابلو ويهزو صافي نديرو فيه اللي بغينا ويموت كاع الا بغى. راه ماشي هكا خصنا نكونو. كيما نزار تخلعات عليه امي لالا وجايه كتجري هي وعمي وقفوا معاه، فكري لهذاك اللي مريض ما عندوش والدين يجريو عنده ويطلعوا عليه. فعوض ما تساندوه نتوما جالسين تعيطوا وتتصلوا باش توقفوا مع المجرم غير حيت ولدكم وحاسين به، اما ولد الناس ما عنده اللي يحس به صافي نقتلوه. قالت هاد الكلام وسكتات وكتشوف بنظره تحدي فمها، واقفه مخرجه عينيها وثابته في حركه وحده ما كتحركش مصدومه. الصمت فجاه حركت راسها مدام مونيا وقالت بهدوء وهي مصغره عينيها وانتي فين عرفتي هادشي؟ فين كتمشي؟ فين كتعرفي هذا؟ فين؟ واش ما بقاش فيك دمك ولحمك اللي مرمي في الحبس؟ باغا الخطيبك ترون حياته ويضع مستقباله؟ راه فيك غير يهضروا الناس ماشي غير فيه. غمضت امنيه عينيها وقلبات وجهها للجنب كتصوت بالصبر. انا غنقول لك واحد الحاجه، راني دابا واقفه وكنحس بالذات ديالي كتغلي وشويه غنبدا نرجف. هاد خطيبك كتطلع لي الطونسيون حيت ما بغيتش الخطيب، والراحه ديالي ما كنلقاهاش معاه، وديك المره فاش خرجنا سكر وبدا يتبسل عليا. انا هذاك ما بغيتوش، فين ما يسكر يحوالو عينيه ويبدا يتلاه على العيالات، واصلا ماشي الزواج اللي معمر راسي دابا، وما كاينش غير الزواج الزواج الزواج. الناس الناس بحال الا الزواج هو الهدف الوحيد في الحياه. راه اللي غيحترمني يحترمني حيت انا انسان ولازم يحترمني، وماشي بالضروره نكون قاريه ولا واعيه ولا مزوجه. راه بزز منهم يحترموني، وحاجه وحده هي انني كنحترمهم وما كنقلش عليهم الحياه. اما مستقبلي انا حره فيه وما غنتبعش كل واحد اش كيقول ليا، شي يقول مزيان شي يقول عيان، وانا نتبع هذا وهذا باش نبان قدامهم راني ناجحه وواصله ولا لا البنات. والزواج عندكم هو كل شيء، الا ما كاينش راه ما كاين والو. انا بغيت ما نتزوج حتى نرتاح، ونبغي الشخص اللي غنتزوج به ويبغيني ويحترمني، ماشي يخليني في الدار ولا في الخدمه ويمشي يسكر ويفسد ويجي الصباح يقول لي اسمحي لي، بحال الا غير هو اللي كاين وتقاداو الرجال. حارت معاها امها وبدات كتحاول ترتب. شوف يا بنتي راه نزار ولد عمك وما يدوزكش، وغتمشي عروسه عند عمك بحال باك، وحنا نطمنوا عليك وعلى حياتك. غيجي واحد الوقت نموتو يبقى بالنا مرتاح انك عند عمك وولد عمك وبين عائلتك مسخنين لك كتافك. البراني الا دخلت عليه وحده برانيه ما يحملوهاش عائلته، هو يقدر يتقلب عليك وخايبين لك الوجه الزوين في الاول.
ماشي بحال نزار، راه تربيت يدينا وعارفين مسارنا وشنو فيهم. الحب راه كيجي مر الزواج، ماشي ضروري يجي قبل الزواج. ربعت أمنية يديها وطلعت حاجبها بسخرية. ويلا هاد الحب ما جاش من مور الزواج، نبقاو مجرجرين في المحاكم بولادنا. ساطت مدام مونيا بنفاد الصبر وهزت راسها للسما. انا هذا جهدي، ما بقيت فهمت فيك والو بنتي، تقلبتي قلبة وحدة من الاعصاب والانهيارات اللي كانوا يجيك، وليتي تخرجي فينا عينيك تقول بدلوك لينا في الكلينيك. مشات كتهضر بوحدها، هذا الله معاك يجيب باك بينك وبينه. قول له هاد الهضرة، اما انا ما بقى ليا كلام معاك. خلاتهم مشات كتنقر. بقات امنية واقفة معبسة، ورجعت هزات كتفها بلا مبالاة وطلعت لبيتها، جبدات ورقها وادواتها وبدات تسطر وتهندس. شوية وصلها ميساج في التليفون، هزات ولقات إلينا. قبل ما تفتحو استغربت من الايموتيكون الباكي حاطة عليها. حلاتو ولقات ميساج فيه وجوه باكية وحزينة، وبدات كتقرا. امنية سمحي لي بزاف، كنت بغيت نجي نقولها لك ولكن ما قدرش. انا غدرتك امنية ولكن ماشي لخاطري. ديك الليلة في البار بقينا انا ونزار، سكرنا ومشينا للدار. انتي عارفة شنو وقع في الدار، حتى الصباح عاد تفاجأت فاش لقيتو حدايا. ما قصدش وجيت نصارحك، واخا قال لي هادشي يبقى بيناتنا قلت نصارحك باش ارتاح. سمحي لي عافاك، ما كنتش ناوية نغدرك وندمت وما بغيتش نخسر صداقتنا. بعد ما قرات الميساج طاحت جالسة فوق الناموسية مصدومة، شادة التليفون في يدها وعينيها قدامها مفيكسين على نقطة وحدة. بقات هكا شوية، رجعت شافت في التليفون، لاحت وحدها وقفت كتنفض يدها مع بعضياتهم. ايوا يا الكلب، على هاد الحساب كون كانت عندي شي اختي وسكرتي كون دزتي ليها. ايوا اش غنقول لك يا نزار الكلب، الله يعطيك شي تمرميده كيما مردمتي ليا وجهي قدام صاحبتي وقدام كلشي. الله يعطيك الدوبل ديال هادشي. جلست ما حملاتش راسها والموقف اللي تحطات فيه، جرحات في أنوثة رغم اللامبالاة ديالها بنزار وأفعاله إلا وهادشي اللي وقع مع إلينا. وخا خطيبها غير بالسمية خلاها تأثر لواحد الفترة من الزمن وترجع تنسى الأمر. مع العشرة الصباح فاقت على أصوات كتيرة واصلة حتى لعندها، ما قدرتش تحل عينيها بسبب الضوء. جلست في فراشها كتصنط الهضرة وكتفرز الأصوات. فجأة فرزات صوت جدها الرقيق وتقيل من بين الأصوات، وناضت كتجري ببيجامة وشعرها مطلوق. هبطت كطير فرحانة، لقاتهم جالسين مجموعين وسط الدار هي وعمها وأمها. مشات كتجري حالة يديها وتلاحت على جدها عنقاتها، كتشم فيها ريحة العود. لابسة جلابة حريرية في البيض وشعرها عريان في الأشقر، تقطيع قصيرة حتى الودنين. بدورها الجدة عنقاتها بحنان وهي كتدوز يدها على شعرها وكتعنق وكتهضر معاها بصوت ثقيل مثبت ومرزن، وحرف الراء كيخرج ملوي مع حرف القاف اللي كيتنطق بالالف. توحشتك توحشتك بزاف امي لالا، يا غدا عليك يا حبيبه ديالي، حتى انايا توحشتك بزاف. ايوا يا لالا، على عروستنا كبرات وزيانت. يا لالا يا لالا، على زينه العائله، يرضي عليك يا بنيتي ويفرشك برضه ويغطيك برضه. انا توحشتك امي العزيزه، يخليك ليلي ويطول لي في عمرك يا الحبيبه. ايوا حتى انا ما نسيتك سعي، جبت لك كعب الغزال يا لالا، والفقاص اللي كيعجبوك والكعبه، وكاع الحلويات اللي عزاز عليك زبتهم لبنتي. تكلم العم اللي جالس فوق الفوطه بكوستيم داير رجل على رجل. ايوا توحشتي غير لامك لالاك، انا ضغبتي عليا ما بقيتش عمك. ناضت امنيه كتضحك عن كاتو درعه جلسها حداه. تبارك الله على بنت خويا، ايوا ما بقيتيش كتعرفي عمك ولا شنو؟ عنقات وانا نقدر ننساك. وهضرات الجده، ايوا نبقاو جالسين، يلا نمشيو نطلعوا على ودنا. ناضوا وناضت معاهم، لبست حويجهم شطات شعرها وخرجت عندهم. كالعاده لقات امها كتنقر على الماكياج اللي ما بقاتش كدير، واللي ولات كترفض امنيه ديرو. ورجع في لسانها كلام واحد كتقولو لمها وهي مخرجه عينيها، انا حروفي زوينين بلا ماكياج. نفخات مونيا في جنبها بنفاد الصبر وخرجت تبعت لوسا وعدوستها للطوموبيل في اتجاه المخفر. وصلوا دخلوا شافوا نزار اللي لابس لبسه بحال السبيطار الحمق، كامله في البيض عباره على وزره بسرواله. بدا كتعصب وكيطلع ليه الدم وما حامش المكان اللي جالس فيه وغير كيصوت. الجده كتبكي وباكي وعدو يخرجوا من تما، ودعوه بحزن وخرجوا متفقين يزوروا الطبيب اللي تضرب ويطلبوا منه يتنازل على الدعوه. سمعتهم أمنية وعقدات حجبانها وقلبات وجهها.
بقات ساكتة ومسايرهم، ما قدرتش تقول لهم شي كلمة، وتقصدر وجهها مع عمها وجدها. مشاو شراو الورد واتجهوا للكلينيك كاملين. طول الطريق وأمنية قلبها معلق وخايفة مخلوعة من هاد الزيارة. وصلوا تقدموا جهة الغرفة، أمنية معاهم حاضرة راسها بجنب ما شوية جراتها عندها وهمسات لها في ودنها. الطبيب هو اللي عالجني فاش كنت مريضة، شافت فيها أمها مخرجة عينيها وشهدت على سنانها. قالت بهمس: وعلاش ما قلتيهاش عاد كتقولي فيها؟ يشويني فيك بالحق نخرجو ونتفاهمو مزيان غير بلاتي عليك. دقوا في الباب ودخلوا لقاوه جالس كيجمع حوايجو بشوية باش يخرج من الكلينيك. هز راسو فيهم بدهشة وكيشوف فيهم واحد بواحد. شوية بانت ليه أمنية مخبية اللور شادة الشال اللي مروية على عنقها وعاضة منه طرف حشمانة. تقدم العم هز الورد وقال: السلام عليكم، سي يوسف بن عطية. وقف قدامه يوسف مكمش حجبانه شوية وبجدية: ايه هو انا الوالد ديال نزار، جينا نزورك ونحضره شوية. كحز يوسف للجنب ودار الصواب: تفضلوا. جلسوا كاملين مجموعين. بدات الجدة كتبكي وكتنخسس شوية وفي يدها كلينيكس كتمسح به. ايوا الحمد لله طلعتي ولد البلاد، والحمد لله على سلامتك، رد عليه يوسف وهو عاقد حجبانه كيشوف في الارض. الله يسلمك سيدي. نطقات الجدة: اولدي راكم ولاد البلاد، فعوض ما توقفوا مع بعضكم في هاد الغربة جالسين كدابزوا الدعاو في المحاكم. جينا ولدي نزوروك ونطلبوك تسمح لذاك الولد اللي راه مربين في الحبس وسط الكفار، اللي غلب يعف. زعينيه فيها بجدية: سمع الشريفة، اللي دار الذنب يستاهل العقوبة، انا كون ضربته ما كنتوش غتسمحوا ليا. كما جات فيا الدقة وكليتها ياكلها حتى هو، اما قضية المسلمين والكفار الله يجازيك بخير خليها بعيدة، حيت كون كان هو مسلم ما يديرش في عائل الكفار. راه ولدي هذاك راه ندم وغلط، الانسان كيغلط وانت ما كانش عليك تحرش ليه بخطيبته. هنا امنية صفار وجهها وبدات كترجف وهي في الطرف كتشوف فيه من تحت لتحت. هز عيني فيها نيشان شاف فيها ورجع شاف في العم: اش من تحرش؟ شكون اللي تحرش ليه بخطيبته؟ وشكون هاد خطيبته بعدا؟ بنتي أمنية ولدي راه خطيبته كان وجدو العرس، وكل شي غيتضرب لنا في الزيرو إلا هو تشد. الله يجازيك بالخير. فوجها هي وفوجها عائلتها والفرح اللي واقف سمح ليه وتنازل على الدعوة. ضربت نزار وأنا مستعد نعطيك تعويض على هاد الشي اللي وقع. نقزات الجدة حتى هي: راه ولدي جيت من المغرب في نصاصة الليل، حنا عارفين وعمل الغلط وخاصو يتعاقب عليه، لكن ماشي بهالطريقة. مستقبله كامل غيمشي ليه ومستقبل بنتنا أمنية. بقات كتهضر قوت الهضرة، كل واحد كيرمي كلمة وهو كيشوف مركز كلمة واحدة، وعينيه خارجين في أمنية اللي كتبكي بالتخبية كتحرك راسها بالنفي. حوار وسط العائلة كيدور بين أمنية ويوسف بالعينين، هو كيشوف فيها بخيبة أمل وغضب وعتاب، وهي كتشوف فيه بنظرة حزينة وكتكذب الحديث اللي كيدور. طوالت الهضرة ديال العائلة وما سمع منها يوسف حتى كلمة. الصدمة خلاته يتصمك ويهبط راسه ساعي في الأرض، عاقد حجبانه في عيني خيبة أمل كبيرة، وكل شوية يهز عينه فيها ويقلب وجهه حتى سكتات العائلة كتشوف فيه وكتسنى الرد دياله. بقى ساكت ما عارفهم واش سكتوا ولا مازالين كيهضروا. العرس، الخطبة، الاهتمام دياله بها، العلاقة اللي تطورت ونظرته ليها وثقته فيها، والأيام واللحظات اللي عاشوها، كل شيء هاد الشيء هاد الشريط كامل كيدوز في راس يوسف. شنو قلت يا ولدي؟ اسمح لي، راه بحال خاك. هز راسو فيها وتنهد: اولا انا الشريفه ما تحرشتش ليه بخطيبته، ثانيا انا الشريف انا ما عرفتوش كاع واش خاطب، وهاد العرض ديالك ما مقبولش، فلوسك خليهم عندك. قاطعوا العام بتكبر ونادو وقف: صافي صافي حبسنا ما جيناش، وولدنا راه غنخرجوه من تما بيك ولا بلا بيك. نوضي الحاجه بلا ما نضيعوا الوقت. انا على السيطان وليدي، نوضي الحجة، راه الحجرة الا كبرتي ليها الشان غتفلقك. قاطع يوسف بغضب: قبل ما تجي تعتذر سيدي تعلم كيفاش. في وجه هاد المرة الكبيرة كنت غنتنازل، ولكن هاد النفخة ديالك خليها تخرجو من تما، وانا ما مسامحش. وعرفت دابا الشجرة اللي جاي منها ولدك، تسمح ليه دابا يصبح مع ود اختها. سير سيدي الله يعرضك السلامة. شاف فيه العم معصب: غندمك على هادشي وتسنى نوبتك هيا ماجية. خرج منفخ وموراه الجدة هي معصبة. أما مدام مونيا وقفت قدامه اكتفت بنظرات احتقار وتعالي وهي كتطلع وتهبط فيه. هزت راسها وخرجت جارة معها أمنية اللي قاطعة البكية وقلبها غيسكت.
خرجوا لبرا غادين وكيهضروا بنرفازة. تحرش بها وحتى هو غيودي اللعب هذا ولا شنو؟ نطقات الجدة، ايوا سرنا حنا اللي ماجين عندو كنحزرو فيه بمشموم الورد. هضرات مدام مونيا، من الاول ما كانش علينا نجيو، حتى حنا عندنا عذر وتحرش لنا بالبنت وكما تدين وتدان. يلا أمنية طلق رجليك، غنبقى كل مرة نجرك. رجعوا للدار وكل واحد فين جلس كيفكروا ويقروا بوحدهم. أما أمنية طلعت نيشة لبيتها وسدت عليها، تكات بظهرها مور الباب كتنهج والنفس كتخرج مرعودة من صدرها. هزت تليفونها بالزربة بدات كتصل بي. كررت المحاولة عدة مرات وفي كل مرة كتفشل وكتزيد تأزم. ضلات في البيت شادة تليفون وكل مرة كتحاول تصل بيه بدون جدوى. في الأخير قلبها تبكى وتهرنين حتى عينيها تنفخو. دخلت أمها عندها كتفيقها، لكن أمنية كتهز كتفها ورغطة على وجهها ما بغاتش تنوض. نوضي أمك لالا كتسناك حشومة، ردت عليها أمنية بصوت مخنوق وهي ناعسة على جنبها وشادة المنطة على وجهها. خليني مريضة ما قادراش. كابري ونوضي راه أمك لالا شادة يدها كتسناك. بعدات أمنية رغطة على وجهها وناضت كتنفخ وكتهرنن بزة على راسها. يلا قلبت وجهها وهي تخرج مدام مونيا عينيها مخلوعة. أويلي مال عينيك حمر منفوخين، مالك كنتي كتبكي؟ قلت لك مريضة وصافي فيا الرواح. نوضي تاكلي باش نعطيك الدواء، حالتك ما بقاتش عاجباني انتي. خلاتها كتهضر ومشات لبست بينوارها وجمعت شعرها بشكل عشوائي ونزلت عندهم. جرات الكرسي حتى جدها وجلست بوجه شاحب وسطرها كل تانية وتانية يتنهد وكأنها هزة جبل على كتافها. بابتسامة تأففت الجدة ودوزت يدها على ظهرها بحنان. ياك ما مريضة بنتي، جيتيني بحالي لا مريضة. ردت عليها أمنية وهي كتقاد السربيتة بفشل، يديها تقال وصوتها متعوب ومبحوح. والو ما تشطنيش راسك أميمة، غير مريضة وفي قلبي غصة كتحرقني. تنهدت الجدة ودورت راسها. ايه يا بنتي كنا فينا غصة في قلبنا على ولدنا اللي بعيد علينا، ما عرفناش كيعامل في داك البلاصة. كنا يا الحنينة ديالي مرضنا وتفقصنا عليه. تنهدات أمنية بنفس الصبر حتى بغات تبكي، عينيها بزز باش كتحلهم ونفسها ضيقة كتخنقها. حطات يدها على جبهتها ووكات بيدها على الطبلة حاضرة راسها كتبكي في صمت. هزت الجدة يدها دوزاتها على ظهرها بحنان وقالت كول العزيزة عليا، كول كلك شويش ورخي نفسك، ما تهزيش في قلبك. دابا ان شاء الله يخرج، ما بغاش هذاك يسمح ليه. لا يسمح. الجدة كتهضر وأمنية كتهز راسها وتحطه وكتنهد وتصوت بحال الا كتوجع. كويتها ما حاس بها حتى واحد من غيرها، هي اللي عارفة النار اللي شاعله فيها والعذاب اللي معذبة، وعقلها اللي معلق مع يوسف ما قادره تنساه حتى ثانيه او تلهب شي حاجه وما تفكرش فيه. بزز بشكلات جوج عضات من البسطيلة وناضت ما قدراتش تكمل. عياو فيها تجلس ما قدراتش وكتسنى غير فوقاش تسد عليها وتبكي في غرفتها. الكاتمة أسرارها وتشكي عليها همومها. دخلت وضات صلات كتبكي وكتشهق حتى تخنقات وبدات كتكحب. سلمات وبقات جالسة ساهية مدة طويلة. في الأخير ناضت كتنخسس وكتجمع النفس وتطلقو. ليلة كاملة وهي على نفس الحال سهرانة غير مع تفكيرها والتليفون في تحت صباح الحال. حلقة اليوم كتنتهي هنا، تلقاو غدا ان شاء الله في احداث جديدة وفي حلقة جديدة على نفس القناة وفي نفس الموعد. دمتم في رعاية الله وحفظه.